بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اكمل كلامي معكم عن التنميه ومشاريع التنميه، ونبدا المره دي بمشروع تنميه الطفل، واقصد بالطفل مرحله ما قبل المدرسه. مرحله ما قبل المدرسه كل العالم المتحضر بيديها اولويه، لانه كل الناس فهمت ان الطفل الصغير ده كل ما تغذيه صح عقليا مش جسديا بس وروحيا حسب الفكر المسيحي، كل ما يطلع لك شخص ناضج سوي منتج متفوق متميز، وفي لغتنا احنا الكنسية قديس كمان. والطفولة خطر جدا في التربية، لكن مع المجتمعات المثقلة بالهموم زينا طفل مهمل تماما، وعشان كده زي اللي داخلين في دوامة من سيء لأسوأ. ليه؟ لأن الطفل اللي ما تخدمش النهاردة والضغط عليه وتركن وترمى، ما هو ده بقى القنبلة الموقوتة بكرة، الشاب العاطل أو المدمن أو المنحرف والراجل المتعب قوي والأسرة المفككة، كل ده في المستقبل نتيجة الطفل ده. فكرة الحضانة النموذجية، أول ما بقول حضانة نموذجية الشخص على طول يفكر في مكان شيك وأوض ملونة وترابيزات حلوة وشوية لعب. الحقيقة التفكير ده هو اللي ملخبط الحضانات، دي آخر نقطة في تكوين حضانة نموذجية. أخطر ما في الحضانة النموذجية المشرفة، الأم البديلة اللي قاعدة وسط الأطفال، والريادة والقيادة، الفكر اللي بيحرك الحضانة النموذجية. آخر حاجة المبنى وآخر حاجة الأوضة وآخر حاجة اللعبة، لكن المشرفة دي في إعدادها هي دي يعني قوة الحضانة الحقيقية. وده بقى اللي احنا بنقدمه في خدمتنا كأنبا برام، وبنقدمه حتى للمجتمع كثقافة عامة لأي حد عاوز ياخدها. تميز هنا ان احنا نعمل دورات لمشرفات الحضانات. لو كل مجموعة كنايس مثلا اتفقت كل كنيسة تجيب 4 5 بنات وياخدوا دورة اشراف حضانات، ودي دورات متقدمة جدا، المادة بتاعتها جاية من بره مصر. المادة العلمية والتربوية اللي بتقدم بتخلي نفس المشرفة دي حياتها مختلف، دماغها مختلف، تكوينها هو مختلف، هتربي عيالها في البيت بشكل مختلف، لبسها مختلف، في نفس الوقت بتعرف تحترم الطفل لأن الطفل غير محترم في المجتمع، تعرف تشوف منه حاجة كبيرة قوي في الوقت اللي هو لسه مبتدئ. بتتعلم المشرفة أنواع الذكاءات، فبتعرف تميز بين طفل وطفل. بتعرف المشرفة دي طرق التعليم، ازاي تعلمه ينطق الحرف وينطق الكلمة صح، هتعلمه كمان يكتب الحرف هو الحضانة مش في المدرسة، هتعلمه المشرفة ازاي يتعامل مع اخواته بأدب بذوق بأخلاق، تعلمه ازاي يأكل نفسه بنظافة، تعلمه ازاي يشيل حاجته وينظم حياته، تعلمه ازاي يضحك ويفرح وينبسط وما يزعقش وما يعيطش وما يتخانقش. إذن الحضانة دي ده بيت بديل، بس بيت مثالي بقى، يعني كحضانة نموذجية أنا بعتبرها بيت مثالي. هتقول لي طفل ده هيرجع بيت أبوه ملخبط، ماشي، بس تأثير الحضانة هيبقى أعلى من تأثير البيت الملخبط، لأنه هيبقى حابب الحضانة وحابب الميس أو الخادمة بتاعته أو المشرفة بتاعته. هنا هيتعلموا في دورات الإشراف عدد الأطفال لكل مشرفة، لأنه لا في نسبة معينة لا يمكن تجاوزها، والمشرفات دول لازم ياخدوا دورات تدريبية متكررة عشان يفضلوا مستواهم متميز وبيزداد بيعرفوا أي حاجة جديدة. الطفل في الحضانة أحبائي لازم بيلعب، بس اللعبة مهدفة مش لعبة لتضييع الوقت، ولعبة من غير خناق، واللعبة بتحرك مداركه، اللعبة بتحرك صوابعه بطريقة يعرف يستثمر صوابعه بعد كده، ممكن يبقى موسيقار، ممكن يبقى فنان، ممكن يبقى صنايعي شاطر، المهم أنه في جسده ده حتى بيعرف يتعامل معاه بطريقة حضارية إنسانية سليمة. إذن فكرة حضانة نموذجية دي صدقوني أخطر من أي نشاط في أي كنيسة، ولازم نديها أولوية. وتاني بقول القضية مش مكان ونجهزه ونصرف عليه كام، انسوا الفلوس، الفلوس في التنمية آخر بند مهم. أغلب المصريين عموما بيعتبروا أن الفلوس هي الحل. ربنا يسوع لما جه الدنيا ما جابش فلوس، لكن كان حل لكل مشاكل البشرية. دوره الأساسي قبل صليبه وفدائه تغيير فكر الناس، علم الناس احترام الطفل لما خلى الأطفال في حضنه، علمهم يشوفوا الطفل فيه ميزة أكتر من الكبير،
في بساطة، في نقاوة، في طهارة، في طيبة، في حب، في حاجات حلوة قوي. إذن الحضانة هي اللي هتطلع لي طالب متميز في المدرسة، هتطلع لي خادم شاطر في المستقبل، هتطلع لي شماس كويس، هتطلع لي راجل يحب مراته وعياله، هتطلع لي ست فاضلة في المستقبل، هتطلع لي طفل يحب الكنيسة فيحب المجتمع فيحب نفسه يحب الدنيا يحب الخير، شخص سوي. كل ده هيتعمل جوه الحضانة، في برامج للمشرفات، وفي دليل للمشرفة بتعمل ايه كل يوم ساعة بساعة، وبتقدم تقرير عن نشاطها. كلام ده يبدو نظري، كلام ده مش نظري أحبائي، كلام ده طبق في قرى في أقاصي الصعيد ونجح تماما، وبقت القرية اللي في أقصى الصعيد مش أقل من حضانة في أمريكا من الناحية العلمية أو التربوية. طبعا من الناحية المسيحية لا، في حاجات تانية كمان، احنا بنديله ألحان، بنديله قصص الكتاب المقدس، بنديله ترتيلة، بنديله حاجات حلوة قوي، يرتبط كمان بالكنيسة، بيدخل يتناول إذا كانت الحضانة جوه الكنيسة يتناول مرة في الأسبوع. في حضانات تدي وجبة يومية، في حضانة تدي زي اللي أنا بقوله ده، مش مكلف، لأن دورات الإشراف دي بنتحملها احنا كخدمة أنبا أبراهام. عندنا الحلم ده ان كل الحضانات تبقى نموذجية في الكنيسة وفي مصر كلها، وعشان كده هيطلع لكم على الشاشة الكونتاكت او التليفون اللي ممكن تتواصلوا معاه، والايميل اللي تتواصلوا معاه لمزيد من الاستفسارات او للاتفاقات للي عاوز دورات لمشرفات الحضانة. بس خلي بالكم عشان ما تتعملش دورة الاثنين ولا ثلاثة، دي لازم تتعمل لعدد لا يقل عن 30 40 وحدة تعد ان تكون مشرفة للحضانات. وده على مستوى الكنائس كله، التواصل سهل ومن خلال أسقف الأبرشية أو مجموع كهنة الأبرشية، لكن إن كان في المجتمع برضو في فرص أخرى، أن التواصل بيكون من خلال جمعيات خيرية تقدم المادة العلمية كما هي بدون أدنى تواجد للفكر الروحي، عشان دي حاجة تخص الكنيسة ما تخصش المجتمع. فإحنا برضو بحرص بنقدم كل ما يمكن أن نخدم به الناس بشكل محايد ومسالم جدا. بداية بكنايسنا لازم كل كاهن يحلم ان يكون في كنيسته حضانة نموذجية، وكل اطفاله بياخدوا افضل رعاية في اول 5 6 سنين من حياتهم. تأكد يا ابونا لو عملت كده مستقبل كنيستك كله هيتغير، ويطلع لك جيل مختلف، وهتبقى كنيستك دي خلية نحل في يوم من الأيام، وهتبقى عملت إنجاز أكتر لو اشتريت مباني وأراضي، ولو ركزت على الكبار، والكبار يعني ياخدوا منك كتير قوي، هتلاقي برضو النتائج أضعف كتير. وإلى لقاءات أخرى، لإلهنا كل مجد وكرامة لأبد آمين.